نوري كامل محمد حسن المالكي أو جواد المالكي، ولد في عام 1950 في محافظة بابل. انضم إلى صفوف حزب الدعوة في عام 1968. كان من أبرز المخططين للعديد من العمليات الإرهابية، ومنها تفجير الجامعة المستنصرية في عام 1980، تفجير السفارة العراقية في بيروت في عام 1981 أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين. بعد الاحتلال الأمريكي وبوصاية أمريكية، تولى المالكي رئاسة الوزراء في آيار 2006 بدلاً من إبراهيم الجعفري. بعد توليه رئاسة الوزراء، شكل فرقاً خاصة للقتل والتعذيب تحت إشرافه المباشر. أكثر من 100,000 معتقل عراقي في سجون سرية ترتبط بالمالكي. عشرات الآلاف من القتلى في عهده أغلبهم ضحايا عمليات الاغتيال بهدف الإقصاء والتهميش. بحسب ويكيليكس، سلم معلومات إلى الموساد الصهيوني والمخابرات الإيرانية لتتم تصفية مئات العلماء والكفاءات والضباط، خصوصاً الطيارين. أكثر من 360 مليار دولار ذهبت إلى جيوب الفاسدين، 48 مليار دولار أمريكي لحماية المسؤولين، 27 مليار دولار في عقود التسليح وإنشاء مستشفيات عسكرية وهمية. أصبح العراق ضمن قائمة أكثر الدول فساداً على مستوى العالم. أبلغ البطاقة الحالي 12,000 دينار، يعني الآن المواطن يستطيع أن يشتري الحصة التموينية مالته ب 12,000 دينار من السوق. احنا زيدناها 3,000 دينار من أجل أن يتمتع المواطن بقدر أكبر للشراء، ف 15 بها 3 زيادة. ليش هالبطاقة التموينية؟ أنا أقول لك وزارة التجارة فشلت فشلاً ذريعاً في البطاقة التموينية. أنا مو من تكليفي أروح أشوف التربية شبيها، مو من مسؤولية أشوف الزراعة شنو سووا، كأنه المسؤول الأول مو أنا. والرجاء من الشعب العراقي بأن لا يستخدم الطاقة الكهربائية في التدفئة، كما أن لا يستخدم الكهرباء في مجال الطبخ. رفض نتائج الانتخابات البرلمانية في عام 2010 برعاية أمريكية وإيرانية، شكل الحكومة لولاية ثانية. في 2014 رفض تخليه عن منصبه. بعد ضغوط خارجية أعلن تخليه عن منصبه لصالح حيدر العبادي. لا بد وأن يكون للمفوضية وعلى المفوضية باعتبارها محايدة ومستقلة أن تأخذ كل الطعون وكل التحديات وكل الإشكالات والشبهات التي تقدمت بها القوائم مأخذ الجد، لأن هذه عملية يتوقف عليها مستقبل البلد. هذه كلها تحصل عليها عملية التفافية بموجب تنسيق محلي وخارجي، وقد انكشف التنسيق الخارجي حينما رفضنا الخرق الدستوري. ماذا قالت الإدارة الأمريكية؟ ماذا قالت الخارجية الأمريكية؟ وقفت إلى جنب من خرق الدستور. مئات القتلى والجرحى، مجزرة الزرقاء في النجف عام 2007، مجزرة الفلوجة في كانون الأول 2013، مجزرة الحويجة في نيسان 2013، مجزرة جامع سارية في ديالى في أيار 2013. أكثر من 3 ملايين نازح داخل العراق منذ بداية عام 2014 بحسب أرقام الأمم المتحدة. الذين قتلوا الحسين لم ينتهوا بعد، ها هم اليوم موجودين، والحسين بلون آخر لا يزال موجودا، هو الذي يستهدف من قبل هؤلاء الطغاة. إذن أنصار يزيد وأنصار الحسين مرة أخرى وعلى طول الخط يصطدمون في مواجهة شرسة عنيدة. وبيننا وبينهم بحر من الدم، لن يعود العراق إلى ما كان عليه أسيرا بيد شلة ضالة منحرفة. في آذار من عام 2008 شن المالكي حملة عسكرية على أتباع الصدر في محافظتي البصرة وبغداد أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من أتباع الصدر. في آب 2014 اتهمت لجنة برلمانية المالكي بالمسؤولية عن سقوط الموصل بيد داعش. هو يقدر واحد يأسسها حتى نطيها بعد؟ المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق،
لأنهم فشلوا فشلا ذريعا. وأنت منهم؟ وأنا منهم. تعتقد أنك تستحق الانتخاب مرة ثانية؟ هذا يقرره الشعب مو أنا. مو أنا يقرر. على المرشح نور المالكي تزيد 999 ألف دولار مقابل هذه الدعاية الانتخابية لإدارة قناة الرافدين.